السلام عليكم. كتير امهات لما اولادها بيغلطوا بتبدا تقول لهم تهديدات خياليه، زي ان انا هكسر رقبتك، هفصل رقبتك عن جسمك، هطوحك من البلكونه. كل دي تهديدات خياليه الطفل ما بيعملش بيها وما بيحطهاش في الحسبان على فكره، مش عايز اظلمك يعني، وما بتجيبش نتيجه. طيب احنا المفروض نقول له ايه؟ مثلا هو بياكل وبيتدلع في الاكل وانت عارفه ان هو جعان ومش عايز ياكل، او مثلا مش عايز يعمل الهوم ورك بتاعه، فنبدا نقول له لو ما عملتش الهوم ورك بتاعك انا مش هخليك تتفرج على التلفزيون مثلا يعني، او مش هخليك تتفرج على البرنامج اللي انت بتحبه لمده مثلا يومين. احنا قلنا العقاب، قلنا اركانه، حددنا الوقت بتاعه. الطفل رسم صوره للعقاب، بدا ان هو يعمل حساب العقاب ده. حاولوا تبعدوا شويه عن التهديدات اللي الطفل بيبقى عارف ان احنا مش هنقدر نعملها معاه. اولا كلمه عبيط دي يعني بلاش، يعني انا مقدره ان حضرتك عايزه تقولي مثلا ان هو مش طبيعي، لكن عبيط مش حلو على ابنك. طبعا ما فيش حد يحب ابنك غيرك يعني او زيك، فانا مش بعدل عليكي، انا بس بقولك انا بطمنك ان هو ايا كان اللي فيه هو مش عبيط. فهو عنده 13 سنه ومش بيعرف يتكلم مع حد، ومفيش كلمه بيطلعها صح. هل التواصل عنده كويس ولا لا؟ هل بيعرف يبص في العين ولا لا؟ هل بيعرف عنده بيعتمد على نفسه في الاكل في الشرب، بيدخل الحمام، بينتبه لما بتناديله؟ ما بيعملش ده كله، فاحنا عايزين نعمل له اختبار ذكاء. لو التواصل عنده ما بيعرفش يبص في العين، لا دي حاجة تانية خالص، لكن لو بيبص وبينتبه بس قليل مش زي اللي في سنه، احنا نعمل له اختبار ذكاء ونطمن مفيش مشكلة خالص، معهد السمع والكلام، في مستشفى العباسية، في اي مركز خاص. طيب انا هقول لك على حاجة او هقول لك كلمتين يعني معظم الامهات بيقولوهم لبناتهم، يعني مفيش راجل الا من رحم ربي، مفيش راجل ما بيبصش. نظرة أولى، نظرة تانية، نظرة عشرة، دي مش بتاعتنا. خلاص هو لفتت نظره حد، لبس واحدة، شكل واحدة، لفت نظره أي حاجة، المجرد إنه بصه وخلاص، مش لازم يعني يكون عجبته. مش هنمسك له المشنقة، مش هنعلق له المشنقة. مش لازم نلفت نظره إيه ده أنت بتبص، ما تخليهوش يكره القعدة أو الخروج معاكي أو إن هو يتكلم معاكي. أدام ما بيعملش حاجة صراحة أو حاجة تتمسك عليه، ما تكلمهوش في حاجه. الرجاله ما بتحبش حد يراجعها. هتفضلي بقى تقولي له اصلك بتبص، لا اصلك بتعمل، لا مش هنعتبره بصباص يعني. كبري دماغك في الموضوع ده، بس لو حاجه حصلت زياده عن حدها او حاجه تقدري حاجه ماديه تتمسك عليه، كلميه وفهمي منه وجهه نظره، لكن غير كده بلاش تزني عليه علشان ما يقولش عليك نكديه يعني. بص، اي حاجه احنا بنهمل فيها بتسوق. ما ينفعش ابدا ان احنا يكون الطفل عنده مشكله بسيطه ونقول لا خلاص عادي مش مهم. البسيطه بتكبر، فاحنا هنحاول نلم لو في مشكله عند الطفل نحاول نلمها ونحاول نعالجها علشان ما تتفاقمش بعد كده. ربنا يا رب ان شاء الله يعني ما يوجعش قلب اي حد على ضناه خالص. ربنا يبارك لك فيه ويخليه لك يا رب.